الأخ الدكتور وليد تعليقا على السؤال السابق يقول: ما صحة ما يقال إن خلافهم رحمة؟ لا يوجد ذلك بارك الله فيكم. قضية الخلاف رحمة هذا لا يثبت فيه شيء، والخلاف الأصل فيه أنه شر دائما بارك الله فيك، وإنما الاجتماع والموافقة هو المطلوب. والذين يقولون إن الخلاف رحمة يعني يقصدون التخفيف على الأمة، وأنه لو أخذ شخص بقول فإن يعني يكون الحديث معه باللين وبالرفق لأنه استند إلى قول أحد العلماء، فلا يعني يعنف تعنيفا، وإنما يبين له، والله سبحانه وتعالى أعلم.